بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنستكمل مع بعض شرح برنامج سيب 2000، وهنشتغل دلوقتي على فريم في التو دايمنشن في المستوى اكس زد. الفريم عندي زي ما هو ظاهر كده، ابعاده في اتجاه اكس 6 متر، ثم 2 متر، ثم 8 متر، ثم 3 متر. ديت اللي هي السبيسنج في اتجاه اكس، وانا بعمل خطوط الشبكه. والسبيسنج في اتجاه زد عباره عن 4 متر ثم 2 متر. في عندي احمال كونسنتريتد وفي عندي احمال يونيفورم. الاحمال اليونيفورم في منها في اتجاه الجلوبال جرافيتي لتحت 5 طن على المتر الطولي، والاحمال على الممبر المايل عباره عن 2 طن على المتر الطولي يونيفورم عمودي على الممبر. دول هيتحطوا في اتجاه لوكال اكسس 2، لان زي ما احنا عارفين ان الممبر المايل ده له 2 لو 2 لوكال اكسس ظاهرين عندي في المستوى ده، وفي لوكال اكسس هيبقى عمودي على المستوى اللي هو لوكال اكسس 3. اللي هيظهر عندي هنا لوكال اكسس 2، لوكال اكسس 1 اهو، ثم لوكال اكسس 2. الحمل 2 طن على المتر الطولي ده في اتجاه لوكال اكسس 2 لكن بالسالب. في عندي القطاعات بتاعه الفريم جيفن كلها 30%، all sections 30 سم في 100 سم بما فيها الكاميرات والأعمدة، لكن مكتوب لي هنا ان الكروس سيكشن ات بوتوم 30 في 60، يعني عند الركايز تحت هنا القطاع بيصغر، بدل ما هو 100 سم فوق تخانة هيبقى التخانة بتاعتي نازلة مسلوبة لحد ايه 60 سم، يعني من اخر القطاع بتاعي هيبقى بالشكل ده بتاع العمود ده وبتاع العمود ده. ديت ركيزه هنجت، وبقيه القطاعات كلها ثابته، تخانتها متر وعرضها 30 سم للداخل. دي كده ابعاد الفريمز اللي عندي. مكتوب لي هنا ان الفريم ده عباره عن كونكريت فريم، ده فريم الخرسانه المسلحه، والركائز اللي عندي 2 هنجت سبورتس، او الفريم ده عباره عن 2 هنجد فريم. يعني هندخل على برنامج سيب 2000. اول حاجه نعدل الوحدات اللي عندي الى طن متر، وبعدين هنا نعمل ملف جديد ونختار جريد اونلي، ونصفر خطوط الشبكه ديت، ونعمل اديت جريد، ونشتغل على النظام السبيسنج عشان ادخل المسافات في اتجاه اكس. السبيسنج في اتجاه اكس، اول مسافه عندي 6 6، وبعدين 2، وبعدين 8، وبعدين 3. وبعد ما اخلص خطوط الشبكه نضغط 0، والاسامي بتاعه المحاور ممكن نسميها 1 2 3 4 5. في اتجاه واي مش عايزين خطوط شبكه، في اتجاه زد عايزين خط شبكة 4، أول مسافة 4، وبعدين المسافة اللي بعدها 2، وبعدين 0، ونسمي وليكن المحاور دي هي كده كده مش هتظهر على الشاشة، بس نسميها ادي A B C. نعمل اوكي ونطفي شاشة من الشاشات اللي ظهرت لي ديت، ونكبر التانية، بعمل دبل كليك عليها. نجيب مستوى اكس زد، يظهر عندي خطوط الشبكه اللي انا عملتها. بعد كده هعرف القطاعات. في عندي قطاعين، في قطاع 30 في 100، وفي قطاع 30 في 60. نعمل من هنا ديفاين فريم سيكشن، ونلغي القطاعات القديمه ديت، ونعمل هنا قطاع جديد من اد ريكتانجولر، اد نيو بروبرتي، ونسمي القطاع ده مثلا وليكن اف 100. الدبس بتاعه متر، والويدس بتاعه 0.3، ونعمل اوكي، ونلغي القطاع القديم ده. ممكن نعمل كمان قطاع تاني اللي هو 30 في 60 من اد ريكتانجولر برضو اد نيو بروبرتي، او اني اعمل كوبي من ده. نختار الاف 100 ده، نقول له اد كوبي اوف بروبرتي، يعني انسخ لي ده نسخة تانية. طلع لي نفس القطاع لكن باسم تاني، بدل ما هو اف 100 هنخليه اف 60 مثلا،
وبرضه الماتيريال بتاعته كونكريت، والدبس بتاعه بدل ما هو متر هنخليه 0.6، ونعمل اوكي. كده عندي قطعين، واحد 100 سنتي وواحد 60 سنتي. المفروض ان انا كمان هعمل قطاع اوله متر من فوق، وبعدين من تحت نازل على صغير لحد 60 سنتي. القطاع ده اسمه نون بريزماتيك سيكشن، يعني قطاع مش ثابت، التخانه بتاعته مش ثابته. من اد نون بريزماتيك، لما يكون عندي قطاع عمود او كمره التخانه في بدايتها مختلفه عن التخانه في نهايتها، يبقى القطاع ده اسمه نون بريزماتيك سيكشن. لازم نعرف الاول القطاع الكبير والقطاع الصغير، يبقى القطاعين بتوعي موجودين، وبعدين نجيب بقى قطاع تالت اسمه اد نون بريزماتيك سيكشن. نعمل اد نون بريزماتيك سيكشن ونقول له اد ميو بروبرتي. القطاع ده هنسميه كولم مثلا. قال الستارت سيكشن البدايه بتاعته من تحت قد ايه؟ اف 60، اللي هو التخانه اللي هو 60، القطاع الاولاني اللي انا لسه معرفه قبل كده ده. والتخانه فوق او السيكشن فوق لازم تكون معرفه برضه قبل كده، يعني ما ينفعش ان انا ادخل على النانو بريزماتيك سيكشن وانا معرف قطاع واحد او مش معرف اي قطاع. يبقى نختار القطاع الاولاني ستارت سيكشن 60، والقطاع اللي بعده اللي هو الاند سيكشن 100 من فوق. واللينس واحد، يعني طول المنبر كله. اللينس ده فاريبل، او اني اعمل ابسوليوت وادخل طول العنصر كله بالمتر، لكن الاسهل ان انا اسيبه فاريبل واقول على طول العنصر كله واحد. الاي 3.3 والاي 2.2، دايما الاي 2.2 هنخليها لينير، والاي 3.3 هنخليها كيوبيك. ليه؟ لان التخانه بتزيد في اتجاه الانيرشيا، بتزيد لما التخانه بتزيد. لكن اي 2.2 هو انا مشغل ال 30 ثابته، سواء كان تحت او فوق ال 30 بالنسبه لي ثابته، لكن اللي بيزيد اللي هو التخانه السيكنس اللي هي بتتكعب فكيوبيك، وديت في الاي 2.2 لينير. ونعمل اد كده، انا عملت قطاع بدايته 60 اللي هو 30 في 60، ونهايته هتبقى 30 في 100 اللي هو اف 100، وطوله هو طول العنصر كله اللي انا هرسمه بيه. نعمل اوكي. كده عندي ثلاث قطاعات، قطاع 100 وقطاع 60 وقطاع من 60 ل 100. اوكي، نبدا نرسم القطاعات بتاعتنا من درو فريم. اول حاجه هنرسم الاعمده، العمود مثلا ده اللي انا لسه اللي هو النون بريزماتيك سيكشن اللي احنا لسه معرفينه ده. نبدا من تحت لفوق، طالما ان انا عرفت ان الستارت بوينت هو ال 60 والاند بوينت هي القطاع عندها 100، يبقى لازم ابدا من تحت لفوق. وبرضه هنا نطلع كليك يمين، نطلع من الجزء ده ونيجي على الناحيه الثانيه، العمود الثاني من هنا لهنا، نعمل كليك يمين. يبقى انا كده عملت القطاع او عملت العمود الثاني. بعد كده نختار الكاميرات اللي هي الاف 100، قطعات بقى كلها بعد كده كلها 100 من هنا لهنا، وهكذا نرسم بقيه الكاميرات اللي عندنا. ده الكانتليفر. ما عنديش قطاع 30 في 60 خالص هيترسم. انا كنت موصف القطاع او معرف القطاع 30 في 60 علشان اقدر اعرف القطاع النون بريزماتيك سيكشن بتاع العمود، لان العمود بيتعرف اللي هو النون بريزماتيك بقطاع فوق 100 وقطاع تحت 30 في 60، فلازم اكون معرف قطاع عشان انا هستخدمه وانا بعرف النون بريزماتيك سيكشن. كده عرفنا القطاعات، نعمل اسكيب، رسمنا الممبرز كلها، نعمل اسكيب علشان اشوف التخانات بتاعتي. ممكن لو ضغطنا على علامه الصح في المربع الصغير دي، او من قائمه فيو سيت ديسبلاي اوبشنز، او لو ضغطنا كنترول اي من الكيبورد، واجي اقول له هنا في الجنرال علم لي على الاكسترود فيو. اكسترود فيو يعني طلع لي الحاجات مجسمه بتخانتها، هنعلم عليها ونعمل اوكي. هيظهر عندي هنا تخانات الكاميرات كلها ثابته والاعمده مسلوبه لتحت صغيره. نخفيها تاني ونبدا نحط الاحمال بتاعتنا والسبورتس. نيجي من علامه الصح دي برضو ونشيل اكسترود فيو ديت. اوكي، ونختار النقط دي ونعمل اساين جوينت ريسترين هنجد، ونحط الاحمال بعد كده. في عندي كونسنتريتد لودز نحطها مثلا الاول، عندي حمل هنا 5 طن وفي هنا 3 طن في اتجاه اكس، يبقى نختار ده، نعمل اساين جوينت لود فورس في الجلوبال اكس 5 طن. اوكي،
وفي هنا 3 طن الساين جوينت لود فورس في جلوبال اكس برضو 3 طن في اتجاه اكس، وفي هنا حمل في اتجاه زد بالسالب الساين جوينت لود فورس، نشيل في اتجاه اكس الاول ونحط في اتجاه زد، حمل في اتجاه زد قيمته 5 طن، يبقى هنا ناقص 5، نعمل اوكي. كده عندي الثلاث احمال حطيناهم. بعد كده هنحط اليونيفورم لودز، في هنا يونيفورم لود على الممبرز الافقيه ديت قيمتها 5 طن على المتر الطولي، نختار العناصر الافقيه دي، نعمل اساين فريم لود ديستريبيوتد فورسز في اتجاه جلوبال جرافيتي يعني في اتجاه الجاذبيه لتحت. الحمل بتاعي يونيفورم لود قيمته 5 طن في اتجاه الجاذبيه يبقى بالموجب اوكي، هو كده خفى لي الكونسنتريتد لود لكن هي موجوده. الممبر ده لو انا عايز اشوف اللوكال اكسس بتاعته او بتاعت العناصر كلها يعني من علامه الصح الصغيره ديت برضو، ونيجي قدام الفريمز، قدام الفريمز ديت في عندي هنا اظهار اللوكال اكسس بتاعها، يبقى انا هاجي على اللوكال اكسس بتاعت الفريمز لان في برضو في للجوينتس في لوكال اكسس عشان ما نتلخبطش، في فريمز لوكال اكسس، نعمل اوكي. ظهرنا اللوكال اكسس بتاعت الفريمز، هنلاقي بالنسبه للممبر المال ده في لوكال اكسس 1 اللي هو الاحمر ده، ولوكال اكسس 2 اللي هو الابيض ده، ولوكال اكسس 3 اللي هي النقطه الزرقاء اللي هي عموديه على المستوى. انا بالنسبه لي الحمل بتاعي هنا في اتجاه لوكال اكسس 2 بالسالب، يبقى نختار الممبر ده، نعمل اساين فريم لود ديستريبيوتد، بدل ما هو الكوردينت سيستم جلوبال هنخليه لوكال، بدل ما هو لوكال اكسس 1 هنخليه لوكال اكسس 2، يبقى انا كده هحط الحمل بتاعي في اتجاه لوكال اكسس 2 وقيمته اليونيفورم لود كام؟ 2 طن على المتر الطولي، هنحطها بالسالب لان انا اللوكال اكسس 2 اللي هو الابيض ده لاعلى، لكن الحمل داخل على الممبر كده الاسفل يبقى هو عكسه، يبقى نحط اشاره سلب ونعمل اوكي. هنلاحظ ان هو حطه لي عمودي على الممبر اهو قيمته 2 طن على المتر. كده كل الاحمال اللي عندي انا حطيتها، باقي بعد كده اني اشيل الاون ويت بتاع الفريم، لان انا حاطط الاحمال بتاعتي دي كلها التوتال لود وحسبت الاون ويت واللايف لود واحمال الحوائط واحمال البلاطات وكل حاجه موجوده وحطيتها داخل الاحمال اللي انا حاططها على الشاشه ديت، فممكن نشيل الاون ويت من ديفاين لود كيسز ونشيل من هنا السيلف ويت ملتبلاير نخليه بصفر اللي هو الاون ويت، ونعملها موديفاي ونعمل اوكي. كده هو هيشيل الاون ويت وهيشتغل على الاحمال الجيفن بالنسبه له اللي هي الموجوده على الشاشه دي. الكونسنتريتد لود مختفيه، ممكن نظهرها من ديسبلاي شو لود اساين فريم، هنختار تحت هنا شو جوينت لودز ويز سبان لودز، يعني تطلع لي الاحمال اللي على الفريمات مع الاحمال اللي على الجوينتس اوكي. كده الاحمال الكونسنتريتد ظاهره، ولو ما كنتش ظهرتها خالص كان هيحل ويطلع لي نتائج برضو صح، لكن هي بس دي اظهارها او اخفائها مش هتفرق معايا في حاجه. بعد كده هنحفظ الملف من سيف ونسميه مثلا فريم 2 سيف، ونعمل رن ونطفي حالة المودل ديت، نقوله دونت رن ونعمل رن ناو عشان يبدا يحل الكيس اللي هي الديد اللي انا حاطط فيها كل احمالي ديت. كده هو خلص حل وعمل قال لي اناليسيس كومبليت وظهر لي شكل الديفورمد شيب. لو انا عايز اطلع الديفورميشن بتاع اي نقطه او الترانسليشن بتاع اي نقطه نتيجة الأحمال الجيفن، أعمل أضغط عليها كليك يمين يظهر لي الترانسليشن في اتجاه إكس 2 من 100 في اتجاه واي اللي هو 2 0 لأن اللي هو عمودي على المستوى مفيش أي أحمال، في اتجاه زد اللي هو 3 ناقص 2 من 100 يعني نزلت لتحت 2 سنتي واتحركت في اتجاه إكس إيه سنتي، دي كده مشيت في اتجاه إكس 2 سنتي واتحركت للأسفل في اتجاه زد ب 2 سم، والروتيشنز ديت بالراديان، انا ما بعملش تشيك على الروتيشن ده، انا بتشيك على الديفليكشن بس.
بعد كده لو انا عايز اظهر الرياكشنز اللي عندي من display show forces و stresses joints ونعمل اوكي يظهر لي الرياكشنز اللي عندي، ولو في قيمة مش ظاهرة او مش شايفها نعمل كليك يمين على الممبر برضو يطلع لي الرياكشن في اتجاه اكس وفي اتجاه واي وفي اتجاه زد. هنلاحظ هنا مفيش غير في اكس وفي واي والاسهم بتاعتها مرسومة على الشاشة. لو انا عايز اخفي اللوكال اكسس ديت تاني ممكن برضو من نفس علامة الصح اللي احنا بنشتغل بيها ديت نقول له شيل لي اللوكال اكسس اللي انا حطيتها قبل كده، اوكي يخفي اللوكال اكسس. لو انا عايز اظهر البيندنج مومنت دايجرام من قائمة ديسبلاي شو فورسز وستريسز فريمز وظهر لي هنا الام 3 3، احنا اتفقنا على ان اي منشأ في الاكس زد بلان مش هيظهر له لو انا حطيت الاحمال في المستوى اكس زد غير ام 3 3 وشير 2 2 والاكسيال فورس. مثلا ام 3 3 نجيبها ونشيل فيل دايجرام ونقول له شو فاليوز اون دايجرام علشان يظهر لي القيم مرسومه على الشاشه. كده المومنت اهو ده البيندنج مومنت دايجرام. عايز اطلع البيندنج مومنت عند اي مسافه او عايز اعرف مثلا العزم ده القيمه اللي هي الزيرو مومنت ديت عند مسافه قد ايه بالظبط، ممكن اعمل كليك يمين على اي ممبر كليك يمين على الممبر يطلع لي شاشه موجود فيها شير 2 وام 3 زي ما احنا اتفقنا، ونبدا نتحرك على البيندنج مومنت بالماوس ضغطة ماوس كده واحرك واشوف الزيرو مومنت ده عند مسافة قد ايه. المسافة مكتوبة تحت اهو اللي عندي ديستانس بوينت المومنت قيمته كام عند ديستانس كام. المومنت قيمته هنا صغيرة اوي 1.2 ناقص 1.2 عند مسافة 4 متر من بداية العنصر، يعني الحتة الصغيرة ديت الصغيرة ديت 4 متر. عايز اظهر برضو الشير فورس من display show forces وstresses frames شير 2 ده شكل الشير فورس. لو انا عايز اقلبه ممكن من قائمة display show forces وstresses frames هي نفس القائمة برضو بس بدل اوتو هنخلي السكيل فاكتور بناقص القيمة اللي موجودة ناقص 3 من 100، هي نفس القيم بس اتقلبت اللي تحت بقى فوق واللي فوق بقى تحت. لو عايز اظهر الاكسيال فورس برضو من نفس الايقونه برضو ديت فريمز اكسيال فورس ونخليها اوتو اوكي، يعني البندنج والمومنت بنسيبهم اوتو زي ما هم. ده كده شكل النورمال فورس دايجرام اللي على الفريم. بكده نكون احنا خلصنا درس الفريم في الاكس زد بلان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.